ده اول اكتيفيتي معانا، بنجيب ميه واويل وسوب او ديترجنت اللي هو الصابون. هنحط الزيت على الميه، الزيت ده اللي هو ايه؟ اويل. اويل ده ايه؟ فاتس. ماشي. الفاتس دي على ما بتتهدمش ولا في الماوث ولا في الاستومك، على ما بتنزل للسمول انتستين بتكون مش مهضومة. طيب يا ترى هتتهدم بايه؟ قلنا بتتهدم بالبايل جوس. طيب احنا مش هنعرف نجيب بايل جوس، فبنجيب بداله صابون، صابون مواعين. ده بيعمل نفس وظيفة البايل جوس زي ما انت شايفين. شايفين الاويل عامل طبقة لوحده، ما عملش ميكسينج مع الووتر. ليه؟ عشان ما تهضمش. الفاتس بتبقى صعب ان هي تتهدم، فعشان كده بتستنى للاخر في جسمنا على ما تتهدم بالبايل جوس اللي بيتفرز بواسطة الليفر ويدخل في السمول، في السمول انتستين. هنحط الصابون. قلنا الصابون ده ايه؟ بيعمل نفس وظيفة البايل جوس. هنحط الصابون ونعمل ميكسينج. الميكسينج ده اللي هو بيحصل جوه السمول انتستين بتاعتنا، كأن بيحصل عملية الهضم. احنا دلوقتي جوه السمول انتستين وفي اكل انت اكلت، مثلا بطاطس محمرة او اي اكل في دهون، فالدهون مش راضية تتهدم، فهيقوم الليفر يفرز البايل جوس جوه السمول انتستين ويعمل ميكس للفود مع البايل جوس اللي احنا حطينا مكانه الصابون. شايفين ما بقاش فيه بقعة زيت فوق؟ ازاي الزيت اللي كان مفصول فوق اللي هو الفاتس ده ما بقاش موجود؟ لانه خلاص اتهضم. صح. شايفين كان الاول في بقعة زيت فوق اللي هو الفاتس، خلاص دلوقتي اتهضم. اعملوا التجربة دي مع ماما.